المكتبة العمومية وضمن نشاطاتها اليومية تخصص كل يوم سبت نشاطا علميا يتناول عالم الحيوان، يستقطب فيه أطفالا من عمر 6 إلى 8 سنوات. عم درسهم دلفين. شو عم تتعلمي؟ عم بتعلم رسم شغلات حلوة. عم بتعلم الدولفين. عم بتعلم الرسم والتلوين. بتحب الرسم؟ كتير كتير. عم يفرغوا طاقاتهم، عم نشوف ميولهم، يعني اكيد بالنسبه لي شيء يعني ثقافي لانه من الصغر، يعني ثقافه كثير حلوه. كثير مهم النشاط بالنسبه للولد. هلا مثلا انت عم تشوفي ان هن عم يتفاعلوا مثلا مع المعلمه، عم ياخذوا معلومات منها، عم يتعلموا كيف يجمعوا معلومه. هلا مثلا نشاط اليوم بدها تقول لهم انتم روحوا مثلا شوفوا لي عن الدلفين شو اسم الانثى اللي له، يعني عم تعلمهم كيف هن يبحثوا عن معلومه. ولازم ان الطفل بهالعمر انه يتعلم هو كيف يشوف مصادر المعلومات وياخذ منها، ما توصله بشكل جاهز. يعني هو نشاط تفاعلي يتضمن البحث عن معلومات خاصة لحيوان معين يتعرف إليه الطلاب بطريقة الاستنتاج والبحث عن المعلومات من الموسوعة المتوفرة في المكتبة، مما يتيح حالة تفاعلية بين الأطفال والأهل ومع المصادر العلمية. هلا بتدوروا في الموسوعات بتشوفوا كيف بيشتغل حالي، تمام؟ طيب هيدا النشاط اللي تابعناه مع بعض هو نشاط من عالم الحيوان. طبعا هو نشاط اول شيء شمل شريحه عمريه من 8 سنوات، من 6 سنوات ل 8 سنوات. اثنين هو بيشتغل على عالم الحيوان، البيئة تبعيته، خصائص ميزات الحيوانات، لكن بطريقة فنية وبطريقة لطيفة وبطريقة محببة للأطفال، سواء من خلال التطبيق الفني أو من خلال الإكسسوارات اللي هي ممكن نشتغلها مع يعني مع الحيوان اللي احنا عم ننفذه بالكرتون أو بالورق أو بمواد مختلفة عمليا بيتم طرحها بالمكتبة. هلا الجزء المهم بهذا النشاط هو مشاركة الأم، مشاركة المرافق، مشاركة الأهل الموجودين مع الأطفال، لأنه نحن بنعطي مثل رموز أو إشارات حول مثلا ما هو صوت الحيوان، أين يعيش، كم يبلغ وزنه، كم يبلغ طوله، كلها معلومات عامة عمليا، وهذه المعلومات موجودة بالموسوعات الموجودة ضمن نطاق المكتبة. فنحن مثل بيكون يعني الأم والطفل بيتساعدوا لإملاء هذه الرموز عمليا من خلال الاطلاع على الموسوعات والحصول على المعلومات القدر المستطاع، هي دقيقة وبتعطي صورة أشمل أو أوضح عن عالم الحيوان. بساعد بالقص، بالتلوين، حسب الطفل شو بيحتاج، ممكن يحتاج بأي مهارة، ممكن بس إنه مجرد مساعدة أو مشرفة، مو انه انا بشتغل عنه. وبجمع المعلومات كمان، هو بيركز انه احنا نجمع معلومات عن حيوان معين نكون اخذينه لهالاسبوع. عم تشوفي تجاوب من الاطفال معكم؟ ايه الحقيقه جدا، لانه النشاط نحن اطلقناه باول العطله الانصافيه يوم السبت الماضي، عملنا 3 جلسات وهلا عم نتابع، حددناه كل يوم سبت. الحقيقه كثير الاطفال اولا عم يكونوا سعداء لانه انت عم تعملي شيء بايدك وعم تاخذيه وعم تحتفظي فيه، وثانيا اشياء جديده يعني انه وعم يجاوبوا دائما وعم يكون في هيك حاله بحث عن المعلومات كثير جميله وبستمتع يعني.